لك بدي افهم، عينوك مدير ولا عتال بالمطحنة؟ مدير. يا كان ليش مغبر حالك؟ لاني على رأس عملي، ولا بدك ياني اضرب عوانطة من اول يوم؟ المدير الفهمان رأس عمله بمكتبه مو فوق حجر المطحنة. وانا مكتبي فوق الحجر تماما، ولا شايفتيني عم عاني من عقدة النخوة؟ يعني ما عندك غرفة يا حالة؟ خلي يا ربك انا غرفة، انا غرفة. منيح اللي لقيت المطحنة اصلا. المطحنة معمرين فوقها بيوت واخدين زاوية اكلين شقفة منها، كل اللي بيطلعوا بيعملوا هيك. افتحي الباب. السلام عليكم. جيتوا الله جابك. عود عود. شو الموضوع؟ الموضوع ابن الثاني جحش مثل اخوه وبده طب. هذا حمار مثل اخوه ولا افهم؟ لا هذا جاب شوية علامات. انت شو بتشتغل كلاس؟ لا ليش عم تسأل؟ لانه جاي تغبر على طحان. انت بتعرف انه انا مدير مطحنة ولا ما بتعرف؟ ما كنت اعرف، هلا صرت اعرف. ايه الكلاس ما بيغبر على طحان. سمعان ولا مو سمعان؟ عفوا تاني مرة لا تبقى تغبر علي. ما فهمت، ليش التلميحات؟ هذا الولد مو ابنك. عفوا وشو عرفك؟ اولا لا اسم ابوه على اسمه ولا عيلته على عيلته. عفوا ليش حضرتك شو عرفك باسمي واسم عيلتي لتعرف اذا كان اسم ابوه على اسمي ولا لا؟ عاد تقول لي عفوا وتعمل لي حالك لبيب. انا ما بعرف اسمك، بس ابنك هاد الثاني ما في شيء مشترك بينه وبين هداك ابنك الاولاني. طيب 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 لا تزعل حالك، ولا واحد منهم ابني. يا كان ليش عم تكذب علينا؟ مو كذب، بس العالم اذا عرفوني عم تاجر بصيروا بدهم يسلخوا جلدي، اما اذا قلت لهم اب بيتعاطفوا معي. بما انك يا عفوا طلعت مو اب، فبدك تجيب لي حصتي وشوي. مو تكرم عينك، ومن اليوم ورايح بدي اعتبرك شريكي. اهلا شريك شريك, شريك. شو هذا المصنع؟ هذا الوالد مريض شوي وبدنا نبعته منحة علاجية على شي مكان. الوالد ولا زبون من الزباين؟ زبون زبون، بدي وقت كتير كبير لاتعلم ما اكذب. انا طحان لا تغبر. طلعوني. ما قبلوك؟ قبلوني وعينوني ورجعوا فصلوني. طيب ليش؟ الشركة منهوبة مخلوسة لدرجة انه كل شيء مبين بالعين المجردة. المدير اللي كان قبلك كان حرامي مو؟ لكن المدير اللي قبلي معتر مشلوح بالسجن، بس تصور انه كل رؤساء الاقلام والاقسام حرامية. انت شو دخلك؟ ارفع تقرير وضح الامور وخلصنا. هذا اللي عملته، ما لحق البريد يوصل حتى كان قرار فصلي واصلني. بدل ما يقولوا لك شكرا؟ لك ايش شكرا؟ مو طلعوا كل الموظفين ابن عمو على ابن خالته للمعلّة؟ أنو معلّة؟ اللي عم يدلك له ظهره ريبال. أمرك سيدنا، أمرك حسد له تمه. حاضر سيدنا، أمرك سيدنا. مع السلامة سيدنا. شو ريبال؟ كأنه سيدنا مزعوج من صهرك الحقير. أكل أصهرتي حقارة عن واحد منهم. نبيل أفندي، لكن عمى بقلبه العمى لسه كرسي ما دي تحت منه، بلش فساد على العالم. ليش شو عامي؟ عم يرفع تقارير بالموظفين، قال عم يسرق شميته الحديد. يخرب بيت قلبه، شو عم يسرق من بيت ابوه؟ يكبوا له مي ونقطه انتهى، نحن مسؤولين عنه. لو كبوا له وخلصوا، بس ما بدي يكبوا لنا بسببه. سيد نديم قلعني مثل الكلب لمرة. ليش ما انت قلت له انه انت من طرف ريبان؟ قلت له واعطيته رسالة قام شقها وكبب وشي، قال لي عليك وعلى ريبان. العمى بعيونه العمى هيك قال لك عليك وعلى ريبان بالحرف الواحد؟ قال لي كلمة كبيرة ما تلحق بالمسلسل قبل ما قال لي عليك وعلى ريبان اللي بعتك. يطول بالك، انت اتصل فينا ونحن بنحكي معه المساء. طيب خذي هي تركت السمنة من عند المختار. صار مختار؟ صار مختار ورئيس جمعية كمان. تيسر انت كرو. طيب عليك وعلى ريبان. العمى ضربه العمى، لك شق الورقه يقول له عليك بس على ريبان. مين مفكر حاله مين؟ وقال كلمه ما بتنقال بالمسلسل هذيك قبل ما يقول له عليك وعلى ريبان. خلينا نكب له مي بارده ونقطه انتهى. ابدا مو قبل ما امسح فيه الارض. لك وقلت له كلمه ما بتنقال بالمسلسل وقلت له طز. اخ طز؟ ايه طز.
لما عصبني ما قلت له هيك، بس عصبني وجاييني من فوق. شلون يعني جايك من فوق؟ ناولني رسالة مثل كأنه العم ريبال رئيسي بالعمل. لك نحن مفهمين للرجل انك بتحترمني. ايه بحترمك على سنك، بس هذا ما بيعني انك تتدخل بشغلي. نحن ما قلنا لك حطه بمحلك، قلنا لك بس وقع له. على اي اساس بتقولوا لي؟ صفتكم شو؟ صفتكم شو؟ صفتها حماتك وبتمون عليه. يا حماتي على عيني وراسي، بس انا مدير فوق فوق، وهي عدم المؤاخذة ابتدائية ما معها. ورحم الله امرئ عرف فوقف. فوقف؟ توقف المي لزلعيمك نديم؟ نعم. انقلع من بيتي. اللي عم بتقولي لي؟ ايه، لاني بعرفك ما بتفهم الا اذا قلت لك تبنلع ولا نديم. يلا لبرا. مرت عمي، ما بدك تحترميني لا تحترميني، بس احترمي مركزي كمدير فوق فوق. انقلع احسن ما اشلح صرمايتي. مرت عمي انا ما بسمح لك، قلت لك انا مدير. الظاهر بدك تخليني اشلح صرمايتي. لا لا اشلحيها، انا طالع، بس يكون بعلمك اخر مره بشرفك فيها بزيارتي. فوق فوق، لا ومستحي فينا كمان. ريبال عنا نحن شي خريطة؟ عنا ليه؟ بدي شوف أبعد نقطة خلي معلمك ينقلوا عليها. هلا هو ما عم يقول لك فوق فوق؟ أي. بدي خلي معلم ينقلوا لقاسم تحت تحت. بدي يزرق. برق.